شفت ازاي من وجهة نظرك النهائي تعامل هانز فليك مع المباراة ديت تحديدا بعد كمية كبيرة من المجهود اللي اتبذلت، سواء في التعامل مع فريق مرهق زي برشلونة، التعامل من بعده مع ليون، ثم وصولا الى النهائي. ما تضحكش بعد الفوز اكيد هم كانوا اللي هو التبانيه يعني. اكيد البايرن تعب من كتر ما بيجيب اجوان، واكيد برشلونه تعب من كتر ما بيسطر. حلوه الصيغه دي. حلو. طيب هو مبدئيا احنا عايزين نقول حاجه مهمه، يمكن اكيد كل الناس واخده بالها منها برضو، ان اللي وصل النهائي مين؟ بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، اللي هو ليه النقطه اللي يعني ممكن نسلط الضوء عليها. باريس سان جيرمان هو من الدوري الفرنسي اللي الغى، فالفريق اللي عمل فتره اعداد زيه زي اي بدايه موسم بخلاف بقيه الانديه. التانيين بايرن ميونخ اللي هم اول ناس انهوا الموسم بتاعهم، فبالتالي قدروا ان هم يعملوا فتره اعداد. الاثنين واصلين للمراحل الحاسمه في البطوله، وهم لياقتهم البدنيه ممتازه جدا عكس بقيه الانديه اللي كانوا واصلين بخلاص، اللي هم يعني ركابهم بتخبط في بعض من كتر الارهاق. وخلي بالك كان في برضه ليون ولايبزيج، يعني مش بس النهائي، لا الطرفين الاطراف اللي هو مربع الذهبي كلها من الانديه اللي من الدوريين دول، الدوري اللي اتلغى واتعمل فتره اعداد، والدوري اللي خلص بدري وفرقه برضه عملت فتره اعداد براحتها. فدي صحيح. نقطه مهمه جدا. طيب قبل ما نوصل للنهائي كان في المؤتمر الصحفي هانز فليك طلع وقال ان هو انا مش هغير طريقه لعبي، انا بايرن ميونخ انا بقالي 10 شهور من ساعه لما مسكت الفريق بلعب بالطريقه ديت وبكسب بيها، فبالتالي انا ما بغيرش الطريقه ولا غير الاسلوب. ما غيرش الطريقه بس برضو في خدعه في النص، يعني اولا احنا بيلعب بالدفاع المتقدم وكل حاجه، بس لما يرجع المدافعين بتوعه 10 متر كده لورا. لو عندك حالات بالصور ممكن نبتدي فيها. الصور هتبقى بقى عايز دلوقتي هجيبها لك بعد اساسا متاخره قبل ما تيجي. ماشي. فلما المدافعين جيروم بواتينج و ألابا رجعوا من ورا شويه، بقيت تلاحظ في الماتش دوت عكس الماتشات اللي فاتت، امبابي ونيمار بيضطروا ان هم يرجعوا لورا بدل ما يبقى الطيارات اللي هي بتجري على طول ديت، لا بيضطروا ان هم يرجعوا لورا علشان يبداوا ان هم يحضروا الكوره. ده ادى الفرصه للدفاع بايرن ميونخ اللي هو البطيء مقارنه بهجوم باريس سان جيرمان ان هو يقدر يتبقى يعني يسد مع سرعات باريس سان جيرمان اللي هي طبعا الخرافيه، يعني كان مبابي او نيمار او حتى دي ماريا. في الماتش كله شفنا كورتين ثلاثه بس هم اللي عدوا من دفاعات بايرن ميونخ، عايز وفي الاخر بعد ما تعدي من دفاعات بايرن ميونخ بالحيله الجديده دي بيلاقوا الحائط الصد اللي هو طبعا نوير اللي هو يعتبر بالنسبه لي كان رجل المباراه الاول. يمكن ممكن تقول ان هانز فليك مدرب عظيم، ولكن نوير امبارح هو يعني فعلا بتنطبق عليه مقوله نص الفريق دي واكثر كمان، ان هو بتصدياته وتوقيت تصدياته هو ده اللي صنع الفارق رقم واحد امبارح في الماتش، وطبعا في مشوار البطوله ككل يعني.